النهارده يا جماعه هنعمل لكم الفيديو المنافس مع البطيخ والاناناس. ازاي فكرنا نجرب نحط البطيخه مكان الاناناس؟ تعالوا نشوف التجربه الحلوه دي. تعالى يا شباب نفتح دي كده. طبعا حط البطيخه هنا زي ما هي. اول مره نجرب البطيخه، ربنا يستر وتطلع مظبوطه. نجيب البطيخه دي تمام. هنرجع لازم نقفل اول حاجه. الثانيه تعالى كم ناخد العلبه بتاعتها الحلوه، وهنفتح الباب ده تاني ونحط الايه الكوبايه بتاعتها ونقفل. هنيجي هنا المفروض احنا هنضغط، بس عشان نضغط هنا لازم نشوف هي ازاي بتقطع البطيخه من الناحيه الثانيه كده. انا ثانيه واحده عشان تعالى انا هضغط معاكم على الفيديو على دي. ممكن نقطعها شرايح برضه زي ما قلت، ممكن نقطع قطع صغيره، فهنضغط على القطع الصغيره. بس انا هضغط والاول هنروح بالفيديو هناك علشان الناس تشوف ازاي هنقطع البطيخه. طبيعي هنبدا واحد اثنين ثلاثه. ربنا يستر. اوه ماي جاد، والله طلعت بطيخه فعلا. الله الله الله، لا فكره بصراحه انا ما توقعتش ان هي هتعمل والله نفس الستايل بالبطيخه ده. حاجه روعه ما شاء الله. يا جماعه نطلع نشوف البطيخ، شيء لا يصدق. هلا البطيخة وحاجة طلعت غريبة جدا. الله الله الله، شيء جميل بجد والله يا جماعة ان هي تعمل بطيخ. ربنا يستر الراجل ما يمسكش فينا بقى. اللي عايز يا جماعة عشان نظبط المكنة نجرب كمان واحدة اناناس. تعالى المفروض نقطعها الاول، بس للاسف مانيش معايا ال يا جدع اناناسة بشحب كان الميسة بكانش تسلم. لا يا هشام، انا بس حاول اقطع دي الاول، لازم دي تتقطع عشان نجرب بعد كمان الناس معاكم كده. وندخل بالاناناس الثانيه. تعالى ونحط الاناناس تمام، ونرجع نقفل. طبعا احنا لازم نحط الكوبايه ثاني ونقفلها. هنعمل حاجة حلوة وهنعلمكم من ورا كويس أوي ازاي بتلف أكتر. عايزين الناس تشوف. تعالى محمد اطلع من حياتي. اضغط على الزرار الصغير نفس اللي أنا شايفه. يا سلام يا سلام. مش طبيعي يعني، اوريك القش بتاعها عامل ازاي. من هنا طبعا مقفوله. فشكرا يا جماعه، معاكم احلى فيديو مع الاناناس والماكينه. والله سفيل سكوغوسا سكوغوسا على الناس.